بس خلينا الاول قبل ما نبدا التغطيه الخاصه لمباراه النهارده، معانا الحقيقه انترفيو مهم جدا عبر سكايب مع كريستيان كارامبو نجم منتخب فرنسا السابق. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. ميرسي، بونسوار. طيب خلينا نتكلم طبعا بعد مشوار حافل بالنجاح سواء مع منتخب فرنسا او مع الانديه اللي انت لعبت لها، وخصوصا طبعا الملكي الابيض ريال مدريد. يهمنا نعرف كريستيان كارامبو في اي موقع حاليا في نادي اولمبياكوس. حاليا انا في اليونان مع الفريق اولمبياكوس كمدير رياضي اليوم. طيب البدايه لو اتكلمنا على المنافسات وعلى الدوري اليوناني، ازاي بتشوف قوه المنافسه داخل الدوري اليوناني، وازاي بتقيم كمان؟ انا بيتهيالي في اكتر من لاعب مصري، منهم عمرو ورده، منهم كوكا، كلاعبين مصريين بيشاركوا مع فرق الدوري اليوناني، ازاي بتقيم مستوياتهم؟ نعم، البطولة اليونانية هو منبثق عن البطولة الأوروبية، وبالتالي هو جزء من المنافسات الأوروبية. وأود أن أشير أولا أن بالنسبة لوردة أو كوكا هما لاعبين من المستوى الأول، وأنا أود أن أؤكد على النوعية التي رأيناها من كافة اللاعبين المصريين سواء كوكا أو وردة على الأخص، أو محمد صلاح بالطبع الذي يلعب لليفربول وهو بطل المنتخب المصري وبطل على مستوى العالم. وأنا سعيد جدا أن كوكا يلعب معنا في فريقنا، والذي تمكن أيضا من أن يرينا قدراته وأن يحقق لنا العديد من النقاط. برأيك ليه أخفق ريال مدريد في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم ده؟ طبعا غياب راموس الذي أخر تطور النادي، لكن هناك أيضا لاعبين أساسيين حتى وإن كان راموس لم يلعب الماتش مقابل سيتي، ولكننا نحترم الحكم ونحترم أيضا الفائزين بالمباراة. وأنا أعلم أن زيزو عمل كل ما هو في استطاعته حتى يتمكن الفريق من الحصول على اللقب في إسبانيا، ولكن قبل كل شيء كان لديهم الثقة في أن يلعبوا في الشامبيونشيب. ونحن نرى أن مانشستر سيتي وغوارديولا قاموا بمجهود مميز. على الرغم من تفوق الكرة الفرنسية على مستوى المنتخب الأول، إلا أنه الأندية الفرنسية حتى مع وصول باريس سان جيرمان وأولمبيك ليوني للدور قبل النهائي في بطولة دوري الأبطال، ما زالت الأندية الفرنسية عاجزة على الحصول على البطولات القارية. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب؟ نعم، هي فرق ان تمتعت بخبرة اكبر وهي لديها خبرة دولية، وان كانوا ان ورونا تفاعل قوي، الا ان ليون الذي خرج من قبل النهائي وباريس سان جيرمان في النهائي، نرى ايضا ان في المجمل هذا تطور شديد للمسابقة الفرنسية، وان كثير ان ما ادى إلى أن يكون هناك بالنسبة للكرة الفرنسية الخبرة والنتائج التي أرونا إياها من خلال المواهب الشابة التي ظهرت سواء إمبابي أو وآخرين. نرى
في مجمل الصورة أن هناك ثقافة كروية في فرنسا بدأت في الإظهار الازدهار سواء بالله من خلال النوادي الكبرى، وهو ما يعطينا زخم وكذلك اعتياد أو القناعة الداخلية أن فرنسا قادرة على التقدم سواء على مستوى الأوروبي أو المستوى المحلي. كنت بتتكلم على تألق صلاح مع ليفربول، كنت عايزة أسألك شايف من وجهة نظرك إذا كان من المفروض أن صلاح خلاص ياخد خطوة جديدة يروح دوري تاني زي ما كان فيه كلام بيتقال، ولا يستمر مع ليفربول بالإنجازات اللي هو عاملها؟ محمد صلاح قدم العديد لليفربول، وإن كان ليفربول هو النادي الأفضل حتى الآن، أنا رأيته في بازل وكذلك مقابل آيس روما، واليوم كذلك برضو مع تشيلسي، ومع يعني إن أردت القول ممكن أيضا أن نذكر فرقا أخرى، ولكن أنا أرى أن محمد صلاح في ليفربول هو في مكانه الأنسب، وأن ذهنه حاضر قادر على أن ينتج لنا كرة قدم قوية سواء على مستوى اللعب الفردي أو اللعب الجماعي، وهناك أيضا العديد الذي يمكن تحسينه في مستواه والكثير الذي يمكن إعطائه سواء لفريقه ليفربول أو للاعبنا المصري الحبيب ولفريقه القومي. وأنا أسف إن كان جرح في المسابقة في روسيا، ولكنه يلعب مع فريق تربطه به علاقة سلسة، وأنا أرى أن كوكا أيضا يمكنه اللعب على مستوى الفريق القومي وعلى المستوى الدولي أيضا. طيب، بمناسبة ذكرك للاعبين المصريين ومشوارهم في الدوريات الأوروبية، انت شخصيا كان ليك اكتر من تجربه في اللعب في دوريات مختلفه، منها الليجا الاسبانيه، منها في ريال مدريد طبعا، ميدلزبرا في الدوري الانجليزي في البريمير ليج، اللعب في فرنسا واللعب في اليونان. في من وجهه نظرك حاليا في التوقيت الحالي، ايه هو اقوى دوري على مستوى الدوريات الاوروبيه، وايه افضل دوري بتشوف انه قدام اللعيبه المصريين فرصه كبيره للمشاركه فيه؟ أعتقد أن كل اللاعبين المصريين لديهم موهبة كبيرة، ويجب أن يلعبوا في كل النوادي وفي كل المارشي، وأن انضمامهم يعني كما رأينا مع محمد صلاح، وهو إن بدأنا مشوارنا الفني في عمر شاب يمكننا من خلال ذلك والانتقال من نادي إلى آخر أن نصل إلى البريمير ليج، وإن كان البريمير ليج هي مسابقة قوية جدا ولها صدارة على مستوى العالم وقادرة على أن نتابعها مستوى مشاهدين على مستوى العالم كله، وأقصد بذلك المليارات من المشاهدين، وبعدها تأتي الليغا الأسبانية، وبعدين البوندسليغا، وأخيرا الليغ الأول في فرنسا. كلها إن أردنا القول كل يعني على المصريين اللاعبين المصريين بما يمتلكون من موهبة أن يلعبوا في كل هذه المسابقات وأن يقدمون نفسهم بالصورة الأمثل. عايز أسألك أكيد عن انطباعك عن مصر بعد زيارتك ليها في جولة كأس العالم. أنا شخصيا أحب مصر وأحب أفريقيا بالمجمل وهي قارتي، ولكن مصر بتاريخها سواء بداية من رمسيس والأهرامات، وفي الوقت ذاته أود القول أن الشعب المصري لمس قلبي بما رأيناه منه من معاملة ومن قدرة على التفاعل. أحببتهم، أحببت الشعب وأحببت الهندسة وأحببت المكان، والثقافة هي قريبة
إلى قلبي. شعبكم شعب هو بالمجمل أحبه، وأتمنى للشعب المصري أن يستكملوا هذه النوعية من الحياة التي أحياها بكل وجدانه، وأن تنتشر هذه الثقافة على مستوى العالم، وكل ما تحمله الأهرامات من أسرار. الشعب المصري لديه أسرار أكبر. هذه مصر التي احتلت العالم بحبهم، يعني أن أحبها العالم. والكرة المصرية إن سمحتم لي أحببتها بالضبط كما أحببت مصر وثقافتها وأسرارها. هل أنت متابع للكرة الأفريقية بشكل عام والكرة المصرية بشكل خاص؟ وهل بتشوف أنه الكرة المصرية من الممكن أو في أسماء معينة من الممكن أنها تنضم أو تلعب للأندية الأوروبية؟ إن سمحتم لي بالنسبة للفرق المحلية، الأندر 19 تبعته، وكذلك المنتخب القومي تبعته. والنهاردة عندنا حسن كوكا مثلا الذي يمكنه أن نتقدم له بالسؤال أن يرشدنا عن من هم اللاعبون الشباب الذي يمكنهم أن يكونوا إضافة. لابد أن يكون هناك سكاوتس باحثون عن هذه المواهب، والذي يمكنهم أن يضيفوا الكثير للنوادي. فهو الأولمبياكوس كسب 47 لقب منذ 95، وما أود أن أقوله أن احنا نمشي على خط واحد. ولهذا أنا أتقدم بخالص التقدير والمباركة للمسابقات المصرية التي كانت محل اهتمامنا، وكذلك لعبهم على مستوى الأفريقي تبعته، وكانت إضافة للكرة ومشاركة المصريين في كأس أفريقيا وكأس العالم كان محبب لي، ورأينا فيه أن الشباب قادرين على أن يقدموا الكثير وأن يمارسوا الرياضة بصورة بروفيشنال. طب فيما يتعلق برجوعا للدوريات الأوروبية، إيه اللي بتعتقد أنه بينقص الفرقة اليونانية وعلى رأسها طبعا أولمبياكوس بصفتك أحد المسؤولين هناك للمنافسة في البطولات القارية المختلفة؟ حين نتحدث عن البريمير ليج مثلا، هم لديهم ميزانية كبيرة تصل إلى من 100 مليون مثلا، وهناك بالتالي فرق كبير على مستوى التمويل. البودنس ليج برضو بنتكلم في 100 مليون لكل فريق. الليغا الأسبانية على ذات المستوى بنتكلم في حدود من 45 إلى 150 مليون يورو كميزانية للفريق الواحد، وبالتالي هو أمر يصعب الآن بعض الشيء أن نتنافس معهم على هذا المستوى. وبالتالي من الواضح أنها حقوق البث التلفزيوني هي التي قد تمنحنا بالتالي خطوة إلى الأمام. فحقوق البث يعني إن أردنا هي أمر إيجابي يمنحنا نقاط حتى على مستوى التعامل مع الويفا، وأن نحرز أهداف مقابل النوادي الكبرى. ولكن مطلوب مننا أن نقدم الكثير من العمل واستراتيجية راجحة، وأن نختار المواهب الشابة والتي من خلالهم يمكننا أن نقدم نفسنا على مستوى العالمي. بما أنك متابع للكرة الإفريقية والنادي الأهلي هو الأعرق والأكبر في إفريقيا، يعني إيه مدى شعبية النادي الأهلي، أو تعرف إيه أكتر عن النادي الأهلي؟ نعم، سمعت عن الأهلي وأنا أتابعه. أنا كنت أقول منذ دقائق أنه يمكنه أن يفوز بالمسابقة 142، ونحن اليوم أنا أعلم أنه النادي الذي حقق الكثير من النقاط، وهو الماتش الذي كسب أكبر عدد من المباريات على المستوى المحلي، وله الشعبية الكبرى، وله قاعدة كبيرة من المتابعين.
وبالتالي نعم الأهلي أولا ثم الزمالك وآخرون الجونة وادي دجلة، لأن أيضا لي أصدقاء يدربون في نوادي المصرية كونياس. ونعم أنا أتابع البطولة المصرية والبطولات الأفريقية الأخرى بكل قلبي. هل من ممكن أنك تنضم لأصدقائك في يوم من الأيام ونشوفك بتعمل في أحد الأندية المصرية إذا تلقيت عرض مناسب؟ نعم أنا كل أبوابي مفتوحة. والكرة القدم هي تحدي، وهو أيضا تدريب على مستوى الحياة، هي خبرة حياة، وبالتالي كل فرصة متاحة يجب أن نأخذها بمنتهى الجدية. كريمبو، ممكن أطلب منك تقول لي أفضل ثلاث لاعبين من وجهة نظرك في العالم حاليا، ومين هو اللي بتعتقد انه المدير الفني الافضل ايضا على مستوى العالم؟ واو، هناك العديدون، كلوب، زين الدين زيدان، غارديولا واخرين، هناك الكثيرون، ولكني اسمح لي أن أتقدم عن بطالة أسماء فقط: كلوب، زيدان، وغوارديولا. أعتقد هما الأفضل الذين يجعلون فرقهم تلعب وتقدم توقيت دقيق في اللعب. كيف يمكنني أن أعبر؟ يقدمون لعبة غنية ومتنوعة. من مختلف إمكانيات اللاعبين، وقد قادوا فرقا كبرى، ومن خلال برضو مجموعة فنية كبيرة. يعني مثلا لو بصينا لجيزو أو باب، هم من الأفضل بالنسبة لي. وعلى مستوى اللاعبين، أكبر اللاعبين حاليا يمكنني القول محمد صلاح أولا، والذي لا، وكذلك ميسي وكريستيانو بالطبع، ولكن مع الأسف أنه جرح في آخر مسابقة عالمية، ولكنه لم يكن بعيدا عن تحقيق اللقب، لكنه شاب ويمكنه الفوز أو تحقيق العديد من الألقاب. وربما هناك أيضا إمباكيكي الذي يصل رويدا، وشباب آخرين يتقدمون ويقدمون الجهد الكبير نحو تحقيق مستوى عالمي مع مثلا فريق برشلونة، وسوف نرى جميعا من هم المستجدون. أكيد تابعت أزمة ميسي مع برشلونة، كنت شايف أنه قرار صح أنه بعد الإخفاق في دوري أبطال أوروبا أن اللاعب ده يمشي من برشلونة ولا لا؟ ليس لأحد أن يقرر في مستقبله الكروي القرار النهائي، بالتالي هو له وحده. وإن كان الأمر بالنسبة لي يعني نوع من الشك، فهو صورة أيقونة حيث في مكانه الحالي كبر وتقدم. انظروا معي كم سنة كان يلبس نفس الفانيلا، ولكن القرار في الآخر هو له وحده، أو أن يعني أن ينهي الكارير بتاعه معهم أو أن يستكمله، هو قرار. وأنا إن كنت شخصيا أرجو له المزيد من النجاحات، وأتمنى له كل التمنيات القلبية. كريستيان كاريمبو، كل الشكر ليك على التواصل معنا على شاشة النادي الأهلي وفي السادسة. طبعا نجم فرنسا، بطل العالم، واحد من الأجيال الذهبية اللي حملت بطولة العالم، واللي مثل عدد كبير جدا من الأندية أشهرها ريال مدريد. وأهلا وسهلا بيك دايما على شاشة الأهلي وفي مصر.